بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقة موفقة مع أشواط صعوبة من المسافة 1200 متر هي مسافتنا المقررة. أسير بكم مع المركز الأول الواعي علي بن عبيد الوهيبي من انطلق مع المركز الأول في هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني القدوم مع ثاني المراكز اللي تواجدت هناك مجهولة على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول الآخر من شعر جاسم بن محمد المالكي مع المركز الثاني والمركز الثالث أو المركز الثالث المركز الرابع. القدوم من هندسة خالد بن محمد المغري ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس. القدوم إلى قناة تغدل هناك من مشغلة غالب بن سالم الحميضي اللي ينطلق هناك مع مشغلة على المركز الخامس. هذه النتيجة. أعود إلى صدارة هذا الشوط إلى المغري اللي انطلق مع هندسة في هذا الشوط خالد بن محمد المغري، لكن مشغلة اللي انطلقت مع الصدارة هذا الشوط. الله، هذه اللي مشغلة اللي اشغلت من البداية. روح يا مالك مشغلة نحو الإمام، نحو الأمام، نحو الانتصار والناموس، نحو التوقيت المميز. هذه من شكلها صاحبة التوقيت الذي تنطلق سريع نحو المركز الأول. انطلقت مشغلة. مشكور يا بالقاضي على هذا الأداء الجميل ودا مشغلة غالب بن سالم الحميضي. تهانين والناموس. تحطم التوقيت الفية الصعود دقيقة و40 ثانية هو التوقيت الزمني. مشغلة أسعد الله صباحك يا مالك مشغلة غالب بن سالم الحميضي المركز